واخيرا وصلنا الى البوستيريور ميدياستاينم، اخر سب ديفيجن من الانفيريور ميدياستاينم، الكونتنتس الموجوده فيه. انا عندي 1 ارتري 1 فين والليمفاتيك فيزل 1 تيوب ديسندنج اورتا ازيجوس فين ثوراسيك داكت اند اسوفيجاس. نبتدي باول واحد الديسندنج اورتا، محاور الكلام بتاعتي. كاي ارتري او فين او نيرف في الجسم، انا عندي البيجنينج الكورس ريليشنز التيرمينيشن. هنا هضيف محور جديد هو الديفيشنز اند كروسنج. طيب من خلال دايجرام مكرر لكل الاستراكشرز الموجوده في البوستيريور ميدياستاينم، ادي الالفنس ثوراسيك فيرتيبري اللي هتكون البوستيريور وول اوف ذا بوستيريور ميدياستاينم. ادي عندي بعض من الليفلز المهمه، ليفل اوف ذا 4th 5th 7th 8th 10th 12th ثوراسيك فيرتيبري. نحل الليفلز دي هنرسمها في بايميجينري بلينز لاينز، وعندها نقدر نحدد المناطق اللي بيحصل عندها ديفيشن او كروسنج لكل من هذه الاستراكشرز. هنبتدي رقم واحد بالديسندنج اورتا. احنا لو نتذكر ان الارش اوف اورتا كان موجود في عند الليفل اوف ذا 4th ثوراسيك فيرتيبرا، وكان نهايه الارش اوف اورتا هو الديسندنج ثوراسيك اورتا اللي يمشي مباشره ان فرونت اوف ذا ثوراسيك فيرتيبري من 4 لحد 12 بهذا الشكل دايركتلي اون ذا بون، يفصلها فقط عن البون عن الفيرتيبودس اوف ذا فيرتيبري الانتيريور لونجيتودينال ليجمنت. الاورتا في بدايته في الابر هاف بتاعه لحد ليفل اوف ذا 7 كان ماشي سلايتلي تو ذا ليفت سايد اوف ذا مارجن اوف ذا ثوراسيك فيرتيبري، اما في اللور هاف بتاعه يبتدي تقريبا يدخل يوصل على الليفت هاف. ده كان الديسندنج ثوراسيك اورتا. الديسندنج اورتا له امبورتنت ريليشنز بالستراكشرز اللي بتزحمه في تكوين البوستيريور ميدياستاينم. هنبتدي نشوف نهايه الاورطة. نهايته هنا كانت عند الليفل اوف ذا 12 ثوراسيك فيرتيبرا، حيثما يخترق الديافرام في فتحه مشهوره اسمها اورتيك اوبننج. تعالوا نشوف بعض الامبورتنت ريليشنز. الارشيف اورتا كان طلع لي تو بيج فيزلز ليفت سب كليفيان وليفت كومن كاروتيد. كان السبيل الفينا كيفا هنا كان بيستقبل سم امبورتنت تريبيوتريز هنتعرض اليها. الاسوفيجاس، الاسوفيجاس كان ماشي في السوبيريور ميدياستاينم، كان ماشي ايه؟ كان ماشي ان فرونت اوف ذا ثوراسيك فيرتيبري، وهينزل يعمل يمشي ستريت كورس، هو مش ستريت، هيمشي كورس كورس مليان ويفي كورس مليان كونستريكشنز، وهيجي عند المستوى السيفنس ثوراسيك فيرتيبرا ثم ينحرف يعمل كروسنج للاورطة. طيب الازيجوس فين كان جاي من الابدومين يخترق الديافرام عن طريق الاورتك اوبننج مزاحما الاورطه بس واخد الرايت سايد، وكان بينتهي في السوبيريور فينا كيفا من فوق من ورا الهايلم اوف ذا رايت لانج. كان في عندي طول هيمي ازيجوس الاكسسوري هيمي ازيجوس والهيمي ازيجوس، الهيمي ازيجوس اللي هو الانفيريور هيمي ازيجوس، الاكسسوري هيمي ازيجوس اللي هو السوبيريور هيمي ازيجوس، كانوا جايين من ورا الاورطه ويدخلهم في الازيجوس عند ليفل اوف 8 و9 ثوراسيك فيرتبري. كان في ايضا الثوراسيك داكت، الثوراسيك داكت كانت موجوده ونتكلم على الكورس بتاعها. واخيرا كان في عندنا التراكيه والبايفركيشن بتاعها اللي كان عند ليفل اوف ذا 4 ثوراسيك فيرتبرا بانقسامها للليفت مين برونكاس والرايت مين برونكاس. اذا جينا نتكلم عن الريليشنز اوف ذا ديسندنج اورتا، هنا في الرسمه يعني مفروض الليفت برونكاس تكون ضيقه شويه، طويله عن الرايت برونكاس بس مفروض تكون ضيقه شويه، بس هناك خطا في ايه في تنفيذ الايه السايز او الدايمتر بتاع، لا نراعيه بس في ان احنا ناخد بالنا ان الرايت برونكاس اوسع من الليفت برونكاس، هنراعيه بعد كده. الريليشنز اوف ذا ثوراسيك او descending thoracic aorta من خلال هذا الدياجرام، اذا انا حبيت اقول مين اللي ماشي قدام ومين اللي ماشي ورا ومين اللي ماشي على الرايت سايد وماشي على الليفت سايد، ادي descending thoracic aorta. من فوق كان في structure مهم اللي هو الليفت بالمنري ارتري بيعدي قدام من واحد، كان في الليفت مين برونكاس تعدي كروسنج ات عند ليفل اوف ذا 5th thoracic vertebra 2، كان في الاسوفيجاس
الاسوفيجس كان بيعديه، يعمل له كروسنج، يعدي من قدامه عند الليفل بتاع، يعني بدأ من عند 7 واستقر قدامه عند ليفل اوف 8 ثوراسيك فيرتبرا. ده كان الانتيرو ريليشن. طب ماذا عن البوستيرو ريليشنز؟ لو جينا نشوف البوستيرو ريليشنز هنجد من تحت لفوق، هنجد ان اورتا كان مباشره ماشي ان فرونت اوف ذا فيرتبرال كولوم، يبقى البودز اوف ذا ثوراسيك فيرتبري، ادي واحد كان ماشي ايضا من تحتيه عند الليفل اوف ذا ناينث ثوراسيك فيرتبرا، كان في عند الانفيريور هيمي ازيجوس، وكان عند الليفل اوف ذا ايتس ثوراسيك فيرتبرا كان السوبيريور هيمي ازيجوس كان معدي من وراه. ادي بوستيريور ريليشنز. مفيش بوستيريور ريليشنز هنا تانية، في كان في ثوراسيك داكت عند الليفل اوف ذا فورث ثوراسيك فيرتبرا، كانت الثوراسيك داكت بتعدي بيهايند ذا ارش اوف اورتا. طيب تو ذا رايت سايد بيهايند ذا عفوا ديسندنج اورتا. طيب نيجي بعد كده نتكلم على ال right relations. على right side added the descending aorta. مين اللي قاعد على right side بتاعه؟ اللي قاعد على upper part of the esophagus لحد level of the seventh thoracic vertebra. كان في عند الثوراسيك duct ماشية مستقرة على right side بتاعه لحد level of the fourth thoracic vertebra. وكان في أيضا الأزيجوس فين مستقرا على right side بالاشتراك مع مين؟ مع الأسوفيجاس والثوراسيك داكت. على الليفت سايد كان في مين؟ على الليفت سايد كان في هنا البلورا والليفت لانج والامبريشنز اللي قاعدة على الليفت لانج. طيب ده بخصوص الريليشنز اوف ذا ديسندنج اورتا. البرانشز تو ذا سراوندنج ستراكشرز، نفتكر نذكر مع بعض البوستيريور انتركوستال ارتريز كانهم بيطلعوا منه. واحد كان في عند البرونكيال ارتريز، كان في عندي الاسوفيجيال ارتريز، كان في عندي ميدياستاينال ارتريز، واخيرا كان ارتريز تغذي الديافرام اسمها فرينيك ارتريز. دي كانت الوصف التفصيلي للاناتومي اوف ذا ديسندنج اورتا. لو جينا نشوف استراكشر تاني هو الازيجوس فين، نفس الكلام بالظبط اللي رسمناه في السلايد اللي فاتت، وده بعض من الامبورتنت ليفلز، نفس المعلومات بيجينينج كورس وريليشن ترمينيشن ديفيشنز وكروسنج. نتذكر مع بعض ده الارشف اورطه اللي امتد بقى ديسندنج اورطه اللي كان انتهى فيه الاورتك اوبننج وكان طالع من الاورطه بعض من البرانشز. هنا هنزود حاجه شويه، بدل ما نتكلم على فين يبقى لازم نرسم بعض الفينز. الانترنال جاجلر فين اللي كان اتحد مع السبكليفيان فين وعمل الليفت بريكوسيفاليك، اللي كان اتحد مع الرايت بريكوسيفاليك وعمل وكون السوبيريور فينا كيفا. تمام، ده كانت التراكية، وهنا ده كان الأسوفيجاس، ادي الأزيجوس فين وكان داخل فيه التو هيمي أزيجوس، وكان هنا الثوراسيك دكت بأجزائها المختلفة. إذا جينا نتكلم على الأزيجوس فين البيجينينج، هيبتدي من الأبدومين من الباك اوف انفيريور فينا كيفا في معظم الاحوال، يغادر الابدومين عن طريق دخوله في الاورتيك اوبننج ان ذا ديافرام في الليفل اوف ذا 12 ثوراسيك فيرتبرا، يمشي ان فرونت اوف ذا فيرتبرال بودز اوف ذا لوور 8 ثوراسيك فيرتبري مستقرا على الرايت سايد of the descending thoracic aorta and right side of the thoracic duct without deviation. هيمشي خط مستقيم vertical upwards بس لحد الليفل of the seventh thoracic vertebra، هيدخل من ورا الاسوفيجاس ثم يلف behind then above the hilum of the right lung ويستقر من فوق الروت ويدخل ينتهي كواحد من الامبورتنت تريبيوتريز of the superior vena cava. اذا جينا نتكلم على relations of the azygos vein، relations of the azygos vein to the left side كان في عندي الثوراسيك duct وكان في عندي descending aorta. طيب anteriorly كان ماشي تحت مين؟ كان ماشي ديب، مش تحت، ديب للأسوفيجاس وديب لنهاية التراكية، وكان ماشي behind the hilum of the right lung، هو ماشي anterior للبودز of the thoracic vertebrae. ده كان الأزيجوس فين وهو في البوستيريور ميدياستاينم. إذا حبينا نشوف استراكشر آخر هنجد الأسوفيجاس one of the important tubes important structures الموجودة في البوستيريور ميدياستاينم. محاور الكلام بتاعتي البيجينينج الكورس وريليشنز الترمينيشن ديفيشنز والكروسنج، ادي
البودز اوف ذا ثوراسيك فيرتبري اللي بتكون البوستيريور وول اوف ذا بوستيريور ميدياستاينم وبعض من الامبورتنت ليفلز. ادي كان عندي الاورطه باجزائه المختلفه ودخوله في الاورتيك اوبننج وبعض من البرانشز ثم بعض من الفينز الانترنال جاجلر السبكليفيان الليفت بريكوسيفاليك الرايت بريكوسيفاليك اتحد معاه يكون السوبيريور فينا كيفا اللي يدخل في الرايت اتريوم ثم نجد التراكيه واخيرا العضو بتاعنا المهم اللي هو الاسوفيجاس. نكمل بقيه الدياجرام بتاعنا المكرر عبر السلايدز اللي فاتت. وادي الازيجوس فين وادي من هنا التو تريبيوتريز اللي بيدخلوا فيه الهيمي ازيجوس، الهيمي ازيجوس من تحت والاكسسوار هيمي ازيجوس من فوق واخيرا الثوراسيك داكت. رسمه مكرره وهنكررها بعد كده في السلايد الاخيره. اذا جينا نتكلم على الاسوفيجاس البدايه بتاعته، البدايه بتاعته it is the continuation of the pharynx and the level of the six cervical vertebra. هيمشي كورس من ثلاثة بارتس، بارت في النك يسموه cervical part ده في النك، وبارت في السورك يسموه thoracic part، وبارت صغير في الابدومين يسموه abdominal part. الاسوفيجاس هو ماشي في طريقه في السوبيريور ميدياستاينم اللي هو الجزء الاعلى من السوركس، كان ماشي in front of the vertebral bodies. اما لما يدخل في البوستيريور ميدياستاينم من تحت الليفل of the fourth thoracic vertebra هيمشي characteristic الكورس. وهو ماشي الكورس بتاعه في السوبيريور ميدياستاينم ماشي most posterior، كان in crossing it او ماشي in front of it هنجد التراكية والبريكيوسيفاليك والارش اوف اورطا، هم دول الاستراكشرز اللي ماشيه قدامه، هو ماشي ان فرونت اوف ذا فيرتبرال بودز. طيب هيدخل الاسوفيجاس بعد كده للبوستيريور ميدياستاينم. دخل البوستيريور ميدياستاينم كان مغطي على تو امبورتنت استراكشرز، الازيجوس فين من على الرايت سايد والثوراسيك داكت من على الليفت سايد. كان الاسوفيجاس اسوفيجاس ماشي مغطيهم. عن ليفل اوف ذا 7 ثوراسيك فيرتبرا هنجد الاسوفيجاس يحصل له ديفيشن تو ذا ليفت سايد حيثما يعمل كروسنج. كروسنج لمين؟ كروسنج للديسندنج ثوراسيك اورطه ويستقر من بعد الليفل اوف ذا 8 ثوراسيك فيرتبرا على الليفت سايد، وينتهي الاسوفيجاس باختراق الديافرام في فتحة تقع على الليفت سايد من فتحة الديسندنج أورطة عند مستوى التنس ثوراسيك فيرتبرا ويسموها الأسوفيجيال أوبنينج إن ذي ديافرام. الأسوفيجاس هو ماشي كان له أربعة كونستريكشنز، أربعة كونستريكشنز من عند من بلو ذا ليفل أوف ذا سنترال انسايزور. سنترال انسايزور اللي هم القواطع القواطع قواطع الاسنان. كانت هذه الكونستريكشنز او الضيق في مسار الاسوفيجاس، اول واحده فيهم كان تقع على بعد 6 انشز يعني 6 بوصات من السنترال انسايزور بالظبط عند مكان اتصاله مع الفارينكس، يعني عند الليفل اوف ذا 6 سيرفايكال فيرتبرا وتقع على بعد 6 بوصات من الاسنان القاطعه الاماميه. الكونستريكشن الثاني يقع حيثما يمر من عليه الارش اوف اورطا، تقع على بعد 9 انشز تحت السنترال انسايزور في المكان اللي بيمر من عليه الارش اوف اورطا. الكونستريكشن الثالث كان عند مرور الليفت برينسيبال برونكاس من عليه وكان تقع على بعد 12 انش من السنترال انسايزور، والكونستريكشن الاخير تقع على بعد 15 انش من السنترال انسايزور وبتمثل الاسوفيجاس او الفتحه اللي بيدخل فيها الاسوفيجاس للديافرام عند الليفل اوف ذا 10th ثوراسيك فيرتبرا. دي بيسموها سايتس اوف نورمال كونستريكشنز اللي موجوده في الاسوفيجاس. اخيرا هنيجي لاخر استراكشر بيمثل واحد من الكونتنتس of the posterior mediastinum اللي هو الثوراسيك داكت. وادي المحاور بتاعتي نفس الكلام اللي اتكلمنا نفس المحاور اللي اتكلمنا بيها على الديفرنت استراكشرز الاخرى. فنفس الرسمه بتاعتنا الفيرتبرال بودز امبورتنت ليفلز الاورطه باجزاء مختلفه وفتحته والبرانشز بتاعته ثم بعض من الفينز اللي معديه
ادي الانترنال جاجلر وادي السبكليفيان، بيكونهم الليفت بريكوسيفاليك، دخل فيه الرايت بريكوسيفاليك، اتحد معاه وكون السبيلو الفينا كيفا اللي انتهى فين؟ في الهارت. ثم ادي التراكية، واخيرا هنجد عندنا الايسوفيجاس. طيب الفينا اسجوس جايه من تحت لفوق، الثوراسيك داكت. الثوراسيك داكت نرسمها ونتكلم عليها، نشوف البدايه بتاعتها من هنا ونهايتها هنا. عبر هذا المسار اللي هيظهر تدريجيا في هذه الصوره الحركيه هنقدر نحدد البيجيننج والكورس والريليشنز والترمينيشن اوف ذا ثوراسيك داكت. تابعوا معايا، ادي معلش بسرعه كده، ادي التينيوم اسجوس. نيجي بقى للثوراسيك داكت اهي، ادي الثوراسيك داكت تتبعناها وصلنا بيها لحد فوق وانتهت فيها في هذا المكان. الثوراسيك داكت البدايه بتاعتها ايرلي ان ذا ابدومن، بتبتدي من الابدومن ككيفاليك اند لفيوزي فورم ساك لمف ساك، تقع في الابدومن عند مستوى تقريبا السكند لامبر فيرتبرا، وكان اسمها سيسترنا كايلاي. سيسترنا يعني بيج ساك، كايلاي يعني لمف، يعني زي بيج ساك ذات كولكتس لمف. هذه الساك هتطلع من الابر اند بتاعتها، كفالك اند يعني انا ابر اند، هتطلع الدكت اللي اسمها الثوراسيك دكت. هتخترق الاورتك اوبننج از دافرام، زيها زي الازجوس وزيها زي الدسننج اورت. هي والازجوس كانوا طالعين والاورتك النازل، هيمشي تمشي الثوراسيك دكت ابوردز ميد واي بتوين ذا اورتا تو ذا ليفت سايد اند ازجوس فين تو ذا رايت سايد. هتمشي ابوردز عند الليفل اوف ذا ناينث ثوراسيك فيرتبرا، هتنحشر بين تو ستراكشرز، هتمشي تعمل كروسنج للتو هيمي ازجوس فينز، وتمشي هي ديب ديب هنا بمعنى بوستيريور تو ذا اسوفيجاس. عند الليفل اوف ذا فيفث ثوراسيك فيرتبرا هيبتدي تعمل ديفيشن تو ذا ليفت سايد اوف ذا اسوفيجاس. عند الليفل اوف ذا فورث ثوراسيك فيرتبرا هتستقر على الليفت سايد اوف ذا اسوفيجاس. تطلع فوق ورا بدايه الدسنج اورتا، ومن ورا الارش ورا السبكليفيان، ومن ورا السبكليفيان تدخل بعد كده على النك، هتقوم جايه عامله تيرنينج تو ذا ليفت سايد وتنتهي في البايفوركيشن او بدايه اليونيون اوف ذا انترنال جاجلر مع السبكليفيان عشان يكونوا البريكس فاليك. هي تكون عند هذا البايفوركيشن وتنتهي الثوراسيك داكت. الثوراسيك داكت هتلم الفينوس درينج من اللور هاف اوف ذا بودي والابدومن ما عدا الليفر، وهتلم كمان بعض من الليمفاتيك درينج من منطقه الثوراكس. هي نظرها على الرايت سايد في ليمف ترانك اسمها رايت ليمف ترانك، هتشيل الليمفاتيك من الجزء المتبقي من البودي.